فريق كذلك يعني قدم عليه وواضح ان المدرب كاتانيتش اللي هو على فكره اللي ما يعرف كاتانيتش اللي هو كان مدرب سلوفينيا في كاس العالم 2002 فاكيد خلى بصمه لهذا الفريق اللي تمكن من اقلاق الدفاع الجزائري عن طريقه ضربات ثابته من سبيت الخاطر وكذلك ضياع فرصتين هذه هي الكره فدائما في فائز ومنهزم فنقول هارد لك للاماراتيين وان شاء الله نترقب يعني كاس عالم للمنتخب الجزائري يكون في المستوى لتمثيل العرب احسن تمثيل واترك الكلمه لزميلي عادل للتعليق اكثر مني. بس الاماراتيين على ما اعتقد المباراه اليوم على ما اعتقد انهم مقتنعين بالمستوى اللي قدموه من خلال المباراه قدموا مباراه جيده ومثل ما ذكرنا من الشوط الاول يعني اول مره من زمان ما شاهدنا المنتخب الاماراتي من كاس الخليج قدم المستوى هذا قدموا تكتيك معين قدروا انه 1-0 نتيجه اشوفها ايجابيه بالنسبه للامارات وبالنسبه للجزائر ان منتخب واصل كاس العالم امام فريق مثل الامارات بين الشباب والخبره على ما اعتقد ان مدرب الامارات مقتنع بالمستوى اذا رجع للمنتخب الجزائري على ما اعتقد الصحافه والجماهير في عدم ارتياحيه للمستوى اللي قدمه خصوصا في خط الهجوم يعني الفرص اللي ضاعت اليوم يعني فرص كانوا ممكن ان يحققون منها اهداف رعونه في التهديف انت داخل على مباراه قويه مباراه يعني الفرصه ما اعتقد انها تسنح لك من خلال المباراه اللي راح تخوضها امام انجلترا سلوفينيا امام المنتخب امريكا منتخبات قويه يعني اذا جاتك فرصه يجب عليك انت كمهاجم انك تستغلها والفرص ما اعتقد هذا شيء في كره القدم يحصل اكيد المنتخب الجزائري بنكون كعرب احنا خلف المنتخب الجزائري بنكون ان شاء الله مناصرين له واكيد نتمنى له التوفيق من خلال المباريات الجايه ان شاء الله امام المنتخبات اللي هي في مجموعته ومثل ما ذكرنا يعني هذا المباريات الوديه مش مقياس يعني نتمنى ان نشاهد المنتخب الجزائري بافضل مستوى من خلال المباريات القادمه ان شاء الله. طيب نحن نذكرنا بان نتابع ابرز احداث الشوط الثاني من مباراه الجزائر والامارات هذا على صوره رياض بودبوز الاكتشاف الجديد للمنتخب الجزائري قبل انطلاق المونديال سيكون ان شاء الله بودبوز يشاهد خذ فرصته مع المنتخب يعني لاعب جيد ولاعب صغير وبتكون اتوقع لنا بتكون بصمه هو كان ذكيا في التصريح لزميل محمد الوضاحي قبل قليل قال له لا يهمني ان اكون اساسيا في مباريات المونديال ولكن لا يهم ان اكون مع المجموعه التي ستخوض المونديال وبين 23 لاعبا الذين سيمثلون الجزائر في المونديال هذا في غايه الاهميه بالنسبه للاعب لم يبلغ سوى ال20 من عمره هذه مهم للغايه ان تلعب كاس العالم في عمر ال20 ليس بمتناول الجميع 20 يعني العمر جيد للمشاركة في مثل هاي المباريات في أخذ فرصته وأتوقع أنه بياخذ فرصة اللاعب وإضافة لما قال عادل اللاعب بودبوز ممكن في فترة ما كان يتوقع أن يكون في المنتخب يعني وهو الحين يعني في تشكيلة المونديال فهذا يعني إنجاز في حد ذاته سواء لاعب